اوعى تكون فاكر ان انا على راسي بطحة، ولما تيجي بالشويتين بتوعك وتقولي الاسلام بتاعك انتشر بالسيف اخاف واقولك لا والله، حتى بص في الهند ودول شرق اسيا الاسلام هناك انتشر باخلاق المسلمين. اوعى تكون فاكر ان انا هخاف واقولك احنا والله بتوع تسامح مش بتوع عنف. وبص كده على التحية بتاعتنا هتلاقيها بتبدأ بالسلام عليكم، احنا دين السلام. لا 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 لا، فعلا مستحيل الإسلام كان هينتشر إلا بالعين الحمر. شوال المصطلحات اللي انت جايبه وجاي تفرقه علينا ده خلاص، أنا الأوان نفهم كويس إن قطع الكلام وحكاية الحدوتة من الحتة اللي انت عايزها مش هتاكل معايا. راجل عنده 40 سنة مفيش في سيرته خدش، لدرجة إن كان اسم الشهرة بتاعه الصادق الأمين فجأة خليتوه كذاب وساحر ومجنون وصاحب أجندة. حط فوقهم 12 سنة كمان عايش فيهم وسط ناس ظلمة بيتعرضوله في الرايحة والجاية، بيعتدوا عليه وهو بطوله، بتروعوا بناته، بتعذبوا صحابه، بتحصروا فكرته. كان إيه طلبه؟ هي جملة واحدة بس، طلب واحد بس، خلوا بيني وبين الناس. عندي كلمتين عايز أقولهم للناس، سيبوني أقول للناس فكرتي. خايفين ليه؟ عمره صلى الله عليه وسلم ما رفض أي دعوة لحوار. 12 سنة لا عارف يصلي في أمان ولا يقابل الوفود اللي جاية تحج ولا يرفع صوته، ولما فرض عليكوا أمر واقع جايين النهاردة تقولوا أنه نشر رسالته بالسيف والعنف؟ عزيزي المغفل، السيف ممكن يفتح بلد بس عمره ما يفتح قلب. وهاتلي أي دين أو فكرة قدروا يفرضوا نفسهم بالسيف والقوة. أجدادك الغزاة احتلوا المنطقة عقود وسنين وخرجوا زي ما دخلوا، سرقونا ونهبونا ورسموا حدود وقعتنا في بعض. عدي على المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والشام وهاتلي واحد اتفتن بأخلاق العصابات اللي جاتنا هبتنا. مفيش قوة مهما كان تقدر تنشر فكرة، بس الفكرة لو معهاش قوة هتتحاصر. من أول ما قابيل استخدم العنف والموضوع بقى واضح، مفيش حق بيعيش علشان هو حق، مفيش حق بيعيش علشان هو حق، بيعيش لما يكون قادر يقاوم ويعافر ويقسم مشواره الجولات. والمغفل بس اللي يقف قدام الدبابة ببوكي ورد. هتقولي ايه؟ النبي بتاعي قاطع طريق وبيروع القبائل الآمنة ويخوفها وده مش شغل أنبياء؟ أرجع وأقول يا مغفل، الأمم المتحدة اللي بتحميك بتقر النهاردة إن في وقت الحرب يجوز التعرض للسفن والقوافل التجارية كجزء من المعركة، وده اللي حصل مع المسلمين الأوائل. قدروا يضغطوا على قريش والقبائل ويفرضوا عليهم أمر واقع ويفهموا الظلمة اللي منعوا شوية عزل من ممارسة عبادتهم إنهم ييجوا يتفاوضوا ويخلعوا كبريائهم قبل ما يخلعوا نعالهم ويقولوا طلباتكم إيه. وعمر ما كان ده هيحصل غير بالعين الحمراء اللي انت جاي ومفكر انك تعيرني بيها، وناسي ان الدول النهاردة بتتباهى بالتسليح واستعراض القوة، وانت نفسك فخور بان بلدك جيشها فيها وفيه وترتيبه مش عارف رقم كام في التسليح. هتقولي سيدنا عيسى ممسكش سيف؟ هقولك مغفل، سيدنا عيسى عليه السلام ما كانش مطلوب منه يأسس دولة، كان موجود في دولة قائمة وكانت رسالته رسالة محدودة الأهداف، نشر التسامح والمحبة وتريق قلوب اليهود والرومان وطرح أبجديات إنسانية في واقع مادي. وعلى قد الهدف بتكون الأدوات. اوعى تنسى أنه اتأذى وتعرض لمحاولات قتل واغتيال، وفي يقيني أنهم فعلا قتلوا واحد شبهه، زي ما في يقينهم أنهم قتلوه وصلبوه وما قدرش الحواريين اللي معاه يحموه لحد ما ربنا رفعه وحماه بمعجزة. أخوه محمد صلى الله عليه وسلم كان وضعه مختلف وأدواته مختلفة ومنهجه غير. محمد العظيم هو النموذج الواقعي
اللي ينفع يعيش ويستمر مهما تغيرت الأحوال أو تبدلت. النموذج اللي عارف إن العدل والرحمة والحب والخير مستحيل هينتصروا إلا لو كان ظهرهم ثابت ومحميين بقوة تخلي الشر يفكر 1000 مرة قبل ما شيطانه يوز ويعمل الغلط. ولو في دماغك بربع درهم عقل كنت تبص للسيف لما انتصر عمل ايه؟ النبي دخل مكة اللي فضلت سنين تأذيه، دخل ومعاه 10,000 سيف مرفوعة مستنية إشارة منه عشان تشفي الغليل، غليل عمار وبلال، وتاخد حق سمية وياسر وحمزة وغيرهم اللي رمل مكة يشهد على اللي حصل فيهم. لكنه طمن القلوب المرعوبة، هدى الناس، قال لهم براءة براءة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، قدر وعفي على قريش وعن اللي أزوف الطائف وعن الوفود اللي جت تبايع وتقول له المسامح كريم. ركز شوية وركز شوية يمكن تفهم الفرق بين القوة اللي بتغري بالطغيان والقوة اللي بتحمي الحق. الفرنساويين بيتفشخروا بنابليون، كان بيبيع ايه نابليون؟ سبح. والإنجليز بيتفشخروا بتشيرشل وكأنه كان بيوزع ورد في الكريسماس. وهو الأمريكان اللي كل حضارتهم قايمة على جماجم السكان الأصليين أو الهنود الحمر زي ما بيسموهم بيتفشخروا بروزفلت. كان بيشتغل إيه روزفلت؟ بيعمل موائد رحمن؟ كل الدنيا بتتباهى بقادتها اللي دافعوا عنها، وإحنا كمان بنتباهى بقادتنا اللي دافعوا عن قيامهم وفكرتهم ودينهم. وخلاصة الكلام، خلاصة الكلام، السيف ممكن يفتح بلد، لكن الفكرة، الفكرة الصح، الفكرة اللي ماسكة نفسها بس هي اللي تقدر تفتح القلوب. وهاتلي دولة واحدة دخلها الإسلام بالقوة ولما دار الزمن وضعف الإسلام أهلها ارتدوا، مش المفروض إنهم كانوا مغصوبين؟ ليه فضلوا مسلمين؟ ما ترد، عشان الإسلام لما بيدخل قلب ما بيخرجش منه. خد شوال مصطلحاتك وتهمك وتوكل على الله. أنا ببساطة مسلم، مفيش على راسي بطحة داريها، ولو كان في بطحة فمش من الإسلام ولا نبي الإسلام. البطحة اللي على راسنا سببها ضعفنا، وإننا صدقنا إن ممكن في يوم الحق ينتصر بس عشان هو حق ونسينا وقعد.